توقعاتي طال عمرك 2-1 لكرواتيا. فرنسا راح تفوز 2-0، بس اتمنى انها كرواتيه ان شاء الله. والله ان شاء الله كرواتيا 2-1. 2-1 لفرنسا. انا اقول 3-1 لكرواتيا ان شاء الله. كرواتيا باذن الله 2-1. اتوقعها 2-1 لفرنسا. اعطيكم يسجل بعد مبابي وغريزمان. اتوقع 1-0 لكرواتيا. 2-1 كرواتيا. فرنسا 2-0 الكرواتي. 2-1 2-1 لفرنسا باذن الله. اتوقع كرواتيا راح توج مشوارها الصعب جدا في البدايه، كنا شايفين ايش صار، راح توج بكاس العالم باذن الله، كل التوفيق لهم. 3-1 فرنسا. 2 كريزمان و1 بوجبا. اتوقع فرنسا 3-2 وان شاء الله فرنسا ومبابي هاتريك. توقعاتي والله لفرنسا 1-0 باذن الله. اتوقع 2-0 لفرنسا ان شاء الله. توقعاتي ان شاء الله، بس انها عد ثانيه، اصبر ثانيه اصبر. توقعاتي ان شاء الله لفرنسا 2-1. والله اتوقع النتيجه بتكون بفرنسا ان شاء الله 2-1 باذن الله.